السلام عليكم، ازيكم؟ ناس كتير سألتنا عن تعليم السباحة للكبار، عارفين طبعا الموضوع مهم جدا، فعشان كده قررنا نعمل سلسلة نتكلم فيها عن الموضوع ده. اللي خلى مشاكل السباحة الكبار بتكون واحدة عند كل الناس، بس احنا نقسمها لحاجتين، نفسية وجسدية. النفسية ديت زي الفوبيا، زي شكلي قدام الناس هيكون عامل ازاي، زي اني خايف اصلا ان اغرق. والجسدية ديت اللي هي ممكن تكون عصبي، والعصب ديت اصلا مشكلة بيسببها مشكلة نفسية اللي هي الفوبيا مثلا. كويس دلوقتي، بس الناس لما بتيجي تبص على المايه بشكل عام بتكون فاكره ان العجله هي دي طوق النجاه اللي هينجيهم ويخليهم ما يغرقوش. السباحه فيها مهارات سلامه كتير جدا، والعجله ديت مهاره واحده من مهارات سلامه. الناس لازم يكون عندهم علم كافي بمهارات السلامه. في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن مهارات السباحه بالتفصيل والفرق بينها وباستخدامها في البحر وبيبسين.